السلام عليكم والصباح الخير عليكم في نهار جديد في فلوق جديد. فاوكا can you tell us what we're gonna do now? We're gonna go to ride the horse. We're gonna ride the horse. We're gonna go horse. Yeah. That's, I think that's that, that's, you, that's your horse. So this is what you're gonna do, right? This is what you're gonna do. You're gonna ride the donkey. Yeah, this one's for the pregnant lady. Hey. Paul. I'll be sad. Paul, he was cycling from Paris to Russia. We keep cycling. He's a good cyclist. So can you tell us more about it? Well, I left Paris 3 months ago and 3.5 months ago. So that's cool. And I just got my Russian visa and going to Vladivostok in 1.5 months. So that's cool. Hopefully. From France to Paris. Inshallah. What do we say? Inshallah. 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 Yeah. What? Kick the dog. يا خونا مول مول لاودا ناس مش غور هيك اللي زابي. يلا على بركة الله نبداو الفلوق ديالنا ديال اليوم. غادي نشوفوا هاد الرحلة هذيك غادي تكون نشوفوا هنا هذا غادي تكون ثاني تجربة ديال ركوب الحصان اللي درت في حياتي. الأولى درناها في كوبا ودابا الثانية تنديرو هنا في كيرغيزستان. So you're being guided, eh? Cool, eh? شنو هو؟ والله غادي نجيو لغزو المغرب. عرفتوا الاخوان هاد البلاصه هادي واش فكرتني بلاصه وحده وهي ميرلفت، لان هاد الدايره بحال ميرلفت نيشان. عندك الجهه هادي اللي كتشوفوا فيها دابا، عندك الجهه هادي راه كاين تما البحر، ماشي البحر، كاين واحد البحيره، وهاد الجهه هادي كاين الجبال بحال ميرلفت نيشان. واحد معلم جاي من ورانا حمير. واه الى جاي بحمير خالق غادي يسبقني هنا. تخليش حمير يسوقك هذيك معلم سير. So Lagarta, how do you feel? Lagarta was going a bit faster. You can't go fast. I don't think they will approve. شوف سبحان الله العظيم اللي ما في هذه الجهه هذه. شوف المغرب كيجري ما شاء الله. شوف شي كامل جاي غير من الجبال. شوف الماء ما شاء الله، الناس الفلاحه ديالهم اللهم زيد وبارك لهم الخير. الحمير راه غايش معنا الطريق سير. زيد اخاي زيد. لا سمعوا معي واحد الحاجة. You have to explain why I am being guided. سير يا حمادة، سير 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 يا حمادة، ما لم اسبق لي عباد الله. شوف هنا بعض الفلاحة شنو تيديرو، تيديرو هاد الكريا و تيديرو فيه القراعي بحال ما هكا كيما كتشوفو معايا. ملي سولت علاش قالك تيديرو على حساب الدبان، على حساب هادوك الناموس ولا بعض الجراد ولا شي حاجة لي غادي يدخلك و يقصيلك المحصول الزراعي ديالك. قالك تيديرو هاديك الفكرة و صافي ما تيوقع والو. هاي أول مرة تنشوفو أنا. Yeah.
I see it, I was like, wow. So, like, is it like, what is the style? Or that's with Baroque, or what is the? There's very different. There's classicism and also Baroque, and the churches are like 40. سبحان الله العظيم كنا غير في الجبال وكانت الحياه كان الصمت. دابا يلا رجعنا للمدينه العاصمه بشكاك لان غدا ان شاء الله عندنا الطياره للوجهه الثانيه ان شاء الله. وحنا دابا رجعنا للمدينه عاوتاني الدماغ ديالنا تيفرفر من بعد واحد اليوم يرتاحين فيهم سبحان الله العظيم ذهنيا وجسديا. وحنا رجعنا دابا للمدينه تقاشر سمكة. How does it feel to have the last dinner here in Kyrgyzstan? So say something. But it's sad because the country is really beautiful, but it's also exciting to see another country. Yeah. This is Chalab. Chalab. هذا غادي يكون آخر عشاء عندنا هنا في كيرغيزستان. غدا إن شاء الله غادي نكملوا الطريق. شو هذا الحليب هذا؟ تقولوا له تشالاب. هو حليب ولكن عرفتي كيفاش داير بحال اللبن. داير بحال البنيشان غير هو بحال نقول لك فيه الملح بس مالح ماشي فيه الملح مالح بزاف تحس بالمذاق ديال الملوحيه فيه. سميتو شالاب كاين لك شالاب اخويا. هذا الاخوان الروز وفي اللحم ديال الغنمي. عرفتي اللحم ديال الغنمي تيديروا له واحد الطياب عرفتي كيداير والحياه. الروز هنايا وهادو معمرين بالدجاج وبطاطا ونشوفهم كيدير. ولكن هذا الروز هذا راه شي حاجه الحياه. غنتسناو الطلبيه ديال فمك شنو طلبات ديك الساعه غادي نشوفو نذوقو هذا الشيء هذا كيداير. هذه واحد السلطه هنايا كما كتشوفوا معايا وفيها الدجاج قطع ديال الدجاج وداك الشيء داكشي ناضي فمك يا جو هاد تبلي مطيشه 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 بنينه. What I love is fresh vegetables. What makes me happy is fresh vegetables and fresh fruits. Everything else can suck. هنا يتطيبوا بالخضرة بزاف. الخضرة تعطي وصلية. أي حاجة تكون داخلة فيها الخضرة ضروري ما يطلعش. الخضرة عاوتاني كتكون فريش عندهم هنايا تتكون شي حاجة بنينة. يا سلام. عرفتوا الاخوان هذا الروز هذا كي داير. يا سلام شوف هذا الحيمة ديال الغنمي الزبدة. نشوف هاد اللعيبات هادو لاصوص تفاعم الدجاج والبطاطا داك الشيء مقرمل. وخدي كنافة نخبطو هذا يا اس كنافة تركس. اخوان هذا هو اخر فلوق هنايا في دولة كيرغيزستان. نقدر نقول لكم بانها ما بينت احسن الدول وافضل الدول اللي زرت لحد الساعه في الحياه ديالي. لان كاين بزاف ما يتقال. الماكله زوينه الناس زوينين طبيعه واعره ثقافه واعره حاجه وحده وهي الطريق. الطريق مشكله ديالها غير كتخرج من العاصمه بشكاك تتم غادي طريق كارثه. يعني عليا تنقول لك الا كنتي غتجي لهنا كري موبيل رباعية الدفع ولا ما تمشيش في الترونسبور لان الترونسبور تلقى فيه مشكلة كبيرة بزاف تيتعطل وتكون عامر بزاف ديال الحوايج. يعني الحاجة وحدة هي اللي غادي تحتاج هي غادي تكري طوموبيل. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي نيجاتيف اللي ممكن نقول على هاد البلاد. اما الشيء الاخر كلشي واعر. غدا ان شاء الله غادي تكون وجهة جديدة غادي تكون واحد بلد اخر غادي تعرفوه كامل ان شاء الله غدا بإذن الله. يلا تحياتي لكم شكرا لكم بزاف شكرا على التعليقات ديالكم وعلى المشاهدات ديالكم. وإن شاء الله غادي نخصص فيديو واحد اللي غادي نهضر فيه على كيرغيزستان الفيزا الأتمينة بزاف ديال الحوايج غادي نهضر عليهم بالتفصيل وبالتدقيق يعني غادي ندقق فيهم مزيان وهادشي هذا اللي كاين. يلا تحياتي لكم والسلام عليكم.